تناول اعلامي غير مهني غير موضوعي على الاطلاق الى تناول على لسان مسؤول الحقيقه كل مره بيكون عنده القدره ان هو يبهرنا بتصريحاته. وتصريحات انا تحديدا في مجال كره القدم لم ارى مثلها على الاطلاق، والغريب ان كل تصريح بيعلي على التصريح اللي قبله. يعني حتى التصريح اللي كان في مكالمه داخليه جبنا له الحكم اللي بنحبه طلع اعترف بيه عادي جدا على الهواء، قال اه. سياده المستشار ما خدش بطولات ونفسنا نجيب له بطوله، طلع عادي جدا وقال اه جبنا له حكم مصري عشان نجيب له بطوله. فيطلع بتصريحات كل فتره تبهرنا. فالتصريح الاخير انا بصراحه وقفنا كفريق العمل بتاع البرنامج، هو في ايه؟ يعني ازاي يطلع تصريح بهذا الشكل من اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية، خاصة إن هو بيتحدث عن بطولة مرتبطة بالاتحاد المصري لكرة القدم، والحقيقة إن هو مش بس أدلى باقتراح، لأ ده كمان صدر اتهام للاتحاد المصري لكرة القدم إن هم سابوا الباب موارد. تعالوا نسمع الفيديو ونسمع التصريح عشان عندنا تعقيب مهم. عايزين بقى قول الفصل، هل الزمالك هيشارك في السوبر ولا لا؟ والله كابتن وليد يعني برضو الموضوع ده مش يعني ما فيش قرار فيه او ما حدش وجه فيه بحاجه، لانك انت موضوع الزمالك الزمالك ما لعبش السوبر، النهائي السوبر الموسم اللي فات، هل ده انسحاب؟ يعني الموضوع برضو مش ما حدش بيتكلم فيه، واخد بالك؟ طبعا وجود الزمالك حاجه كويسه في ماتش السوبر، وخاصه السوبر هيختلف عن السنه اللي فاتت في 4 انديه، لكن ما تقدرش تقول حد حدد ولا حاجه الى اللحظه اللي بكلمك فيها يعني. والايام اللي جايه هتفصل بقى، انت عارف. ايوه يعني انت شايف ان هيشارك ولا مش هيشارك؟ يعني الكلام ده موجود من بدري ومتردد، والزمالك تقريبا ابتدى يخاطب كل الجهات رسميا. هل الزمالك في فرصه للمشاركه في السوبر؟ وارد طبعا، وارد ان مع تغيير الاداره في الزمالك وان يكون برضو كله حابب ان يكون في جديد في 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 المعامله مع الزمالك، وارد. لكن يعني انا بقول لحضرتك لا معلش معلش عيدها لي تاني. انت قلت كلمه يعني ما ينفعش ان انا اعديها، قلت وارد بعد تغيير الاداره، مش فاهمها. ايوه ممكن الاداره الجديده تقول لك احنا ما يعني احنا بنبدا صفحه جديده واحنا مش عاوزين نلتزم باللي حصل قبل كده. ما انا بقول لك وارد، وارد ده يكون مبرر لاعاده النظر في اشتراك نادي الزمالك. طب اللوائح اللي بتربط الكلام دوت اخبارها ايه؟ بص يا كابتن مهيب، كان المفترض ان عقب اعتذار الزمالك او انسحاب الزمالك يكون في قرار يطلع يقول الزمالك يتحرم من المسابقه اللي جايه. طب الكلام ده ما حصلش. هتيجي تتكلم بقى في المستقبل وتقول طب انا من سنه حصل، يعني انا بكلمك بمنتهى الصراحه يعني. ايوه احنا مش عايزين غير الصراحه. فانت اديت انت وربت الباب، فاديت فرصه ان ممكن اداره الزمالك الجديده تقول لك انا ما تتقلنيش عن ما حصل، انا عاوز اشارك باعتباري المفروض ان انا بطل حاجه في المسابقه او ليا حق ان انا اشارك في السوبر، والموسم اللي حصل قبل كده ما كانش قراري. قول لحضرتك وارد، وده مبرر ليهم. يعني انا بصراحه مش قادر استوعب ان انا المفترض اعقب على تصريح يرتبط باسم كبير زي نادي الزمالك ويقول لك الاداره الجديده تطلع تقول لك انا ماليش علاقه بقرارات الاداره السابقه. بهذا المنطلق يطلع اللاعب مثلا في نادي الزمالك اللي وقع مع لجنه سبتدير نادي الزمالك او وقع مع اداره سابقه يقول لك انا العقد ده وقعته مع الاداره السابقه، فانا بره الجيم ده يا جماعه، انا هكتفي بالفتره دي مع الاداره السابقه. يا جماعه الكلام يعني ما يبقاش بالشكل ده. نادي الزمالك اعتذر، مين اللي اعتذر؟ نادي الزمالك. مين ممثل نادي الزمالك في الفتره دي؟ مجلس اداره منتخب او مجلس اداره معين، هو في النهايه نادي الزمالك. احنا جايين هنا عشان نوضح البديهيات، فنبدا نتعاون من فكره او نتناول من فكره بما ان كان القرار مش قراري فاحنا ملناش علاقه يا جماعه بالقرار الماضي ده. طب ما بالتالي بقى نادي الزمالك عليه مديونيات للاتحاد المصري لكره القدم، ما نسقط المديونيات، ما نتكلم بقى في كل حاجة متعلقة إن الإدارة اتغيرت. يا جماعة ده كلام بالنسبة لي ما ينفعش يتسأل لعضو في رابطة الأندية، لأن المسابقة دي أصلا متعلقة بالاتحاد المصري لكرة القدم، والحقيقة ما ينفعش نقف عنده لأن القرار واضح.
واللائحه واضحه ومفيش باب اتوارب. احنا حابين نوضح ان القرعه بتاعه البطوله اتعملت اساسا، وان النادي الاهلي بطل الدوري هيواجه بطل كاس الرابطه، وان نادي بيراميدز وصيف الدوري هيواجه فريق فيوتشر رابع الدوري، لان نادي الزمالك ثالث الدوري معتذر، والاعتذار منحه او طبقت عليه اللائحه بانه يحرمه الموسم ده. فجايين بعد اصلا ما اتعملت قرعه البطوله بنطرح الاسئله دي على اساس ان في متغير حصل وهو مجلس اداره جديد لنادي الزمالك. اعتقد الكلام ده مش في اي مجال، لا اعلامي ولا رياضي ولا له علاقه بلوائح ولا له علاقه بقوانين، وحاجه متعبه بالنسبه لي جدا الحقيقه. والله يا اسامه وانا بتفرج يعني على التصريحات دي كان عندي سؤال. شوف المسؤولين يا جماعه في اي حته بيسعوا دلوقتي لتطوير منظومه كره القدم، تطوير البطولات، زياده جوائزها الماليه، زياده البث، زياده حقوق الرعايه، او حتى زياده هيكلتها التنظيميه وتحويلها لمسابقات لها ابعاد اكبر. الاتحاد الافريقي بيعمل كده، شفنا الاتحاد السعودي ازاي طفره في الكوره، حتى اتحادات المغرب العربي، حاجات كتير جدا. باجي الاقي عندنا فن تاني يا جماعه خالص، فن صناعه الازمه. نحن نجيد زي ما الاخرين بيجيدوا، بس هم بيجيدوا احتراف، بيجيدوا تطوير، بيجيدوا امور في منظومه كره القدم. نحن نجيد صناعه الازمه، بنتفنن في صناعه الازمه. لدينا ابتكار وروح خياليه ورؤيه واسعه وحلول غير نمطيه خارج الصندوق دايما في صناعه الازمه. ليه؟ انا مش فاهم. لائحه وامور وفرق يا جماعه محترفه لا يمكن ان انت تسيء اليها بجمله اصل ما يمكن يحب يشارك، ما يمكن الاداره الجديده، ايه ده؟ هو احنا مش عارفين ان الف ب في امور اسمها محاضر جمعيه عموميه معتمده من المديريات الشباب والرياضه؟ مش عارفين يعني ايه الالتزام القانوني لمجالس الادارات المتعاقبه؟ ايه لو حب مجلس الاداره ويقول اصله ملوش دعوه بالمجلس اللي قبله؟ ايه ده يا جماعه؟ أعتقد وأنا بشوف الكلام والله العظيم ما قصتي أشخاص أبدا، قصتي إن فعلا يا جماعة إحنا ليه بنجيد إن إحنا نبين لكل الناس إن إحنا منظومة غير محترفة؟ ليه؟ ما بيصعبش عليكم الكرة المصرية؟ ما بيصعبش عليكم حال الكرة المصرية؟ أعتقد والله الكرة المصرية تستحق أكتر من كده بكتير جدا، ونقدر نروح في حتة تانية بأدوات بسيطة أوي أوي، مجرد إن إحنا نتكلم صح بس، لا أكتر ولا أقل. ولكن يعني معانا فيديو هو يرد فيما يخص اصل الباب موارب مخرج، يعني ان احنا الباب كان موارب واصل اللائحه المفروض كان يعتذر بعدها رئيس لجنه المسابقات نفسه، وهو بيعقب لان انا ما حبيتش ابدي وجهه نظر في القصه اللي تتعلق بلوائح دي. مش مجال ان احنا نعقب، دي مجال ان المختص فيها الاستاذ عامر حسين لتعقيب. نسمع عليه عشان نقفل احنا الباب اللي متساب موارب. موقف الزمالك من السوبر خلاص منتهي؟ حسب قرار مجلس الاداره طبعا بتاع الاتحاد هيتم اعلان خلال الاسبوع دوت على كل تفاصيل. انا عارف كل تفاصيل السوبر ان شاء الله. الزمالك اللائحه هيشارك ولا مش هيشارك؟ انت مصمم لازم اللائحه تتطبق يا كابتن شيخ. ايوه اللائحه حضرتك بتقول ايه؟ اللائحه لازم تتطبق. ما انا عارف يا حاج عامر، اللائحه بقى بتقول ايه؟ ان هو ما يلعبش لمده موسم. ما يلعبش لمده موسم، تمام. ماشي. ما هو ده نفس الكلام اللي برضه سالت فيه احمد دياب ورده في الحلقه، قال لي ان اللائحه بتقول ان هو مش هيلعب في البطوله القادمه، فحضرتك بتاكد نفس الكلام؟ لان هو اعتذر والاعتذار كان قبلها بوقته، وسمح ان نادي تاني يروح ولعب. صح ايوه، لو ما حدش يعني المباراه اتلغت ما اتلعبتش كان هيبقى في سنتين. سنتين. الباب مش موارب يا جماعه الا للي عايز يوارب الباب. حطوا تحت الجمله اللي انا بقولها دي 100 خط وفهموا ابعادها. الباب مش موارب الا للي لديه رغبه في ان هو يوارب الباب. استاذ عامر حسين رايه واضح فيما يتعلق بالانسحاب، فيما يتعلق بالعقوبه، فيما يتعلق بالراجل قال لك الحاله الوحيده ان المباراه كانت تكون اتلغت، مش طرف انسحب. فليه الباب موارب؟ الباب مش موارب، حضرتك عايز توارب الباب دي قصه ثانيه. احنا بنقفل الباب، الباب يتوارب نقفل الباب. وللمره المليون والله هنا الكلام لا يتعلق بنادي الزمالك اطلاقا، لو نادي اكس كان هيبقى نفس الكلام.
الموضوع يتعلق بالكره المصريه اللي والله تستحق مننا كلنا اكتر من كده. هو احنا ما دخلناش الحقيقه الزمالك طرف في الموضوع، الناس هي اللي بتدخله طرف في الموضوع، واحنا مش ردنا على مسؤول في نادي الزمالك، احنا ردنا على مسؤول في رابطه الانديه. والحقيقه فكره الباب موارب ده تصريح من الاستاذ عامر حسين عضو اتحاد كره القدم المصري من بدري قوي. طيب نروح بقى لقصه، طب احنا سالنا اللي هو ثروت سويلم وهو عضو في رابطه الانديه، طب ما انا عندي اصلا رد من رئيس رابطه الانديه وبرضه من بدري قوي النائب احمد دياب، خلونا نسمع رايه في قصه ازمه مباراه الاعتذار ام الانسحاب، ووضحنا الاعتذار لان المباراه اتلعبت في ميعادها وقدر نادي بيراميدز يلحق القصه، لكن لو ما كانتش المباراه اتلعبت في ميعادها فكان هيبقى ده انسحاب وبالتالي كانت تبقى العقوبه سنتين فتم الاكتفاء بسنه واحده فقط لا غير. نروح للنائب احمد دياب ونشوف كان الباب موارب ولا الباب كان واضح جدا امام الجميع. يخص السوبر طبعا ده اتحاد الكوره مش الرابطه، وهنا مش عاوز الناس تفهم دايما ان احنا ايه بتهربوا من بعض، بنهرب من بعض او بتباصوا لبعض، لا هي الفكره كلها ان محدش يتعدى على اختصاصات الاخر، في احترام بس في التعامل، فانا ما اقدرش اخد الحق ان انا اتكلم بلسان اتحاد الكوره. السوبر ده مسابقه بتنظمها اتحاد الكوره ليها لائحه. الاعتذار ليه عقوبه والانسحاب طيب هل احنا ماشي نطلع من الحته دي، هل احنا بنتكلم على بطوله جديده القادمه ولا بطوله قديمه؟ ما هو الرابطه جزء منها، يعني الرابطه في اللي هيكسب كاس الرابطه هيشارك طبعا، اكيد الرابطه جزء من القصه. هي المفروض بطوله مستحدثه، ايوه، بمسمى جديد تخضع للقواعد القديمه. المفروض طبعا تخضع للقواعد القديمه طبعا، المفروض تخضع للقواعد القديمه طبعا. يعني نتيجه انسحاب الزمالك المفروض ينفذ على البطوله الجديده طبعا. تمام طبعا طبعا، ما هي ما فيهاش، هو احنا بنتكلم لائحه. انت ردك الاستثنائي انت اللي بترده طبعا. الناس محتاره بقى لها سنين في الاجابه دي، انت قفلتها طبعا. لا الناس ما كانتش محتاره ولا حاجه، واللقاء ده كان قديم واعتقد كان حاسم جدا، وعجبني جدا هي فكره التعدي على الاختصاصات، لان قلنا البطوله دي هي بطوله المنوط بتنظيمها هو الاتحاد المصري لكره القدم، ولكن اللائحه كانت واضحه للجميع، اعتذار سنه، انسحاب سنتين. الفارق بين الاعتذار والانسحاب هي موعد المباراه، المباراه اتلعبت في موعدها، اتلعبت في موعدها في نفس البلد المضيف، في نفس البلد اتغير الفريق فقط لا غير، بعد اعتذار الزمالك اصبح بيراميدز فاصبحت العقوبه سنه. طبعا البطوله الجديده المستحدثه اللي دخل فيها بطل كاس الرابطه وبالتالي رئيس الرابطه بيتكلم عن هذه البطوله لانه اصبح طرف في هذه البطوله، قال لك طبعا البطوله حديثه ولكن مرتبطه بلوائح بطوله السوبر المصري بشكله القديم، وهو كان بطل الدوري مع بطل الكاس، فالامور واضحه تماما ومش محتاجه اننا اساسا نبدا نتكلم ونقول اداره سابقه واداره حاليه ووارد ومش وارد، القصه منتهيه. ولكن احنا ربما بالفقره دي رايحين نقفل بيبان بقى ممكن تتفتح، لا ده بيبان ممكن تتفتح بعد التصريحات دي، لان تصريح من مسؤول. احنا هنطلع بالفقرة دي، اي حد يفتح الباب هنروح رحله بالفقرة دي على طول، لان انتوا سمعتوا الاستاذ عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، هو المشرف على لجنة المسابقات، طبعا النائب احمد دياب رئيس رابطة الاندية، وكمان نسمع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عشان نسأل السؤال مين اللي وارب الباب لما كل دول رأيهم كده. نسمع الفيديو. البطولة السنة دي ان شاء الله هتتكون من اربع فرق، الأربع فرق هما الأربع فرق الأبطال، بطل الدوري ثم وصيف الدوري ثم بطل كأس مصر ثم بطل كأس الرابطة. البطولة الجديدة اللي ولدت قوية برضو، ولدت عملاقة برضو. في احنا عندنا اوريدي ثلاث فرق اتحددوا بالنسبة للبطولة، بطل الدوري المصري نادي الأهلي، وصيف الدوري المصري نادي بيراميدز، وبطل كأس الرابطة نادي سيراميكا كليوباترا. يتبقى لينا بطل كأس مصر، واحنا لسه في الدور اللي قبل النهائي اللي ان شاء الله هيتلعب خلال الايام. عندنا اربع فرق بتتنافس على كأس مصر، نادي الاهلي ونادي امبي هيلعبوا مباراه، نادي الزمالك ونادي بيراميدز هيلعبوا مباراه. اوريدي نادي الاهلي ونادي بيراميدز حاصلين على بطاقه التأهل لبطوله السوبر، هيتبقى لنا فريق من ما بين نادي ام بي ونادي الزمالك. للاسف الشديد نادي الزمالك اعتذر الموسم اللي فات عن المشاركه في البطوله، فبالتالي مش هيقدر يشارك في النسخه دي من بطوله كاس السوبر. هيليه
لو نادي ام بي فاز في مباراته مع النادي الاهلي وصعد للدور النهائي سواء فاز بالكاس او طلع وصيف الكاس هيبقى هو الفرقه الرابعه. لو نادي ام بي ما وصلش للمباراه النهائيه هنبص على الترتيب الجدول الدوري، اللي بيالي نادي الزمالك في المركز الرابع هو نادي فيوتشر. يعني احنا منتظرين مين اللي هيحصل على البطاقه الرابعه للتاهل لكاس السوبر للانديه الابطال. طيب سمعنا الاستاذ عامر حسين النائب احمد دياب والاستاذ وليد العطار الثلاثه بيقولوا ان مفيش باب موارب، ولكن انا عايز اروح لحته ثانيه. خلينا نتفق، وانا عشان اكون انسان موضوعي وبحترم المتلقي اللي بيسمعني وبحترم المنطق، النادي الاهلي فريق جماهيري معاه ثلاث فرق شركات، سيراميكا وفيوتشر وبيراميدز. هل الزمالك يضيف قوه للبطوله؟ اه، دي مش محتاجه والا نبقى بنضحك على نفسنا. طيب هل عشان الزمالك يضيف قوه للبطوله نطلع نسيء لشكلنا ككره مصريه؟ هل نقول ايه رايكم نخليها الاهلي والاسماعيلي والزمالك والمصري؟ نار بطوله نار، بس مفيش كده يا جماعه. في يا جماعه تصريحات من مسؤولين وفي حفل البطوله رسمي اتقال فيه الاربع فرق المشاركه بالاسماء. ما ينفعش يا جماعه، والله ما ينفع. محتاجين نخاف على كره القدم المصريه اكتر من حبنا لبعض الانديه. تاني، محتاجين نخاف على سمعه وصوره الكره القدم المصريه اكتر من حبنا لبعض الانديه. خليني اقول لك حاجه بخصوص الانديه الشعبيه دي، لان الاستاذ عامر حسين تعرض لسؤال مباشر كده، ان ممكن البلد المنظم وهي دوله الامارات تكون عندها راي ان نادي الزمالك نادي له شعبيه وبالتالي ممكن السماح للزمالك بالمشاركه. فكان رد الاستاذ عامر حسين واضح جدا، ان هذه البلد ايضا بتحترم اللوائح والقوانين طبعا الخاصه بالكره المصريه، وبالتالي الامر ما فيهوش على الاطلاق اي محاوله لطرح اسم نادي الزمالك طالما اللوائح والقوانين بتقول اعتذار يعني